لأن الأمة عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا دوام الشكر على ما تقوم به في حياتنا من جهد صامت دون مقابل. ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم هي المحبة والطاعة والوفاء، ليظل عيدها عنوان فرح دائم بين محبيها. راجين أن تعاد هذه المناسبة على أمهاتنا بدوام الخير والهناء والمسرة. شهر آذار شهر مبارك وأنا كتير بحبه. هذا الشهر فيه مناسبات عديدة كلها تكريم للأم وللمرأة. شهر الربيع أيضا، بدء فصل الربيع ب 21 آذار يوم عيد الأم، وأيضا هو يوم الكرامة، وكان في بدايته 8/3 ليوم المرأة العالمي. وأيضا كمان بشارة مريم العذراء بهذا الشهر. فشهر آذار له معاني عميقة وكلها بتصب في معنى الأمومة، المحبة، الحنية، العطف. فهذه المعاني كلها اللي تختصر بمعنى الأم، الأرض، الأم المحبة، الأم العطوفة، الأم اللي بتنادي فيها كل الأديان لاحترامها ومحبتها وطاعتها. بتمنى إنكم تستمتعوا بهذا اليوم مع أولادكم، أحفادكم، مع عائلاتكم. كل عام وأنتم بخير.